وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز صوم عاشوراء وتعليق قضاء في رمضان؟ وش العلاقة ما بين صوم عاشوراء وبين قضاء رمضان؟ لا علاقة بينهم، هذا صوم نافلة وهذا صوم فريضة، لا علاقة بينهم البتة أصلا أيها الكرام الفضلاء. وأحيانا تتعجب يعني من تثبيت الشيطان للإنسان، يأتيه في المواسم فيقول له أيوة هل تفعل كذا وانت عليك كذا، الجهد منفك. ثم رمضان مر وشوال وذو القعدة وذو الحجة، مرت 4 شهور 3 شهور، يستطيع كان الإنسان أن يقضي، إلا يأتيه الشيطان ليدلف عليه ويثبطه من أن يصوم يوم عاشورة ليضيع الأجر عليه، ولا هو صام القضاء ولا هو صام عاشورة. فدعوكم من وسوسة الشيطان يا إخواني، لا علاقة بين صوم عاشوراء وبين صوم رمضان، هذا قضاء واجب فعدة من أيام أخرى، هذا صوم نافلة كما في حديث أبي قتادة وكما في صوم عاشوراء يكفر سنة التي قبله عند مسلم، ما في علاقة بين هذا وبين هذا أبدا، جزاك الله خير، لا علاقة بينهما البتة. بل كان الزهري رحمه الله كما في سير أعلام النبلاء كان إذا سافر أفطر في رمضان، وإذا سافر صام وأدركه عشراء يصوم. يسألونه يقول ليش؟ قال له هذا ربنا قال فعدة من أيام أخرى، أما هذا فسنة يضيع وقتها، هو كل يوم واحد أو كل يومان، التاسع والعاشر من أراد أن يخرج من الخلاف. فانتبه يا أخوان، هذه الأسئلة كلها مفاتيح للوسوسة ومفاتيح ليثبطك الشيطان عن أداء الواجب وعن أداء النافلة، ثم تصبح بدون أي رصيد. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم وخير دعوانا الحمد لله رب العالمين.